السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة يهم 99% من الناس، لأنه متعلق بالصابون أو غسول الإيدين أو حتى غسول الجسم اللي هو مضاد للبكتيريا، اللي هم بيقولوا إن هو بيقضي على 99% من الجراثيم. وطبعا حضرتك بتروح تشتريه على أساس إن هو بيحميك من الأمراض وبيحمي عيلتك كمان أكثر من الأمراض، ظنا منك إن هو أحسن من الصابون العادي. للأسف الشديد كل ده ادعاء لم يثبت علميا طبقا لليو اس اف دي ايه. منظمة الغذاء والدواء الأمريكية أصدرت في منشور ليها في 2/9/2016 بتقول إن هو مفيش أي ميزة نسبية إن حضرتك تغسل إيديك بالصابون العادي والمية عن إن أنت تغسل إيديك بصابون مكتوب عليه أنتي بكتيريال أو مضاد للبكتيريا. مش بس كده كمان، لا ده ثبت إن المواد اللي هي مضادة للبكتيريا الموجودة في الصابون المضاد للبكتيريا زي مادة الترايكلوكربان وزي مادة الترايكلوزان الموجودة في أغلب الصابون السائل المضاد للبكتيريا، ثبت إن المادتين دول بتأثر على الهرمونات على المدى البعيد لما جربناهم على الحيوانات. مش بس كده كمان، لا ده ممكن كمان تأثر على مناعة الجسم لأنها ممكن تقوي البكتيريا وتجعلها أكثر مناعة، يعني بتعمل سوبر بكتيريا. علشان كده اليو اس اف دي اي من تاريخ 2/9/2016 ادت الشركات الموجودة في أمريكا المصنعة للصابون ده سنة. في خلال السنة دي إما إن احنا نشيل المادة اللي هي مضادة للبكتيريا أو إن هي هتمنع تسويقها. يا ريت نفس الإجراء ده يتم تطبيقه في الوطن العربي، وأنا شخصيا ما بنصحش بأي صابون مكتوب عليه مضاد للبكتيريا لأن احتمالية ضرره أكثر من نفعه بكتير. تابعونا على صفحة الصيدلي لمزيد من المعلومات، وتابعوا قناتي على اليوتيوب لمزيد من المعلومات والتوضيح. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.